نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. النهارده عاملين الحمله، والحمله قائمه لمده 3 ايام هنا محافظه البحيره، وفي اكتر من نقطه تجمع، وان شاء الله باذن الله الحاجه توصل لاهلنا في فلسطين في القريب العاجل حالا ان شاء الله. في حشد الحمد لله كويس جدا، يعني الناس كلها بدات من اول الساعه 8 الصبح بداوا لهم يتبرعوا من اهالينا في فلسطين، فكل الدعم ليهم باذن الله ان احنا نقدر نوصل لهم جميع المساعدات الغذائيه والانسانيه، وباذن الله توصل لهم جميع الاكياس دي. جاي هنا علشان ندعم ان شاء الله وندعو الشعب المصري للمساهمة في أقل شيء يمكن أن نقدمه هو التبرع بالدم إلى إخواتنا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يثبتهم. جيت النهاردة عشان أتبرع بالدم دعما لأشقائنا في غزة ودعما للقيادة السياسية اللي توجهها دايما أن هي تدعم إخواتنا في فلسطين. بنتبرع بالدم كلنا لدعم غزة وفلسطين واللي بيحصل في تنديد في غزة. كلنا شباب موجودين، شباب دمنهور، شباب محافظة البحيرة كلهم على قلب رجل واحد. شرف كبير جدا ليا أن أنا أكون موجود في تلك القافلة اللي أقامها التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة، اللي بتستهدف طبعا تقديم خدمات الدم اللي بإذن الله سوف تتوجه إلى قطاع غزة لخدمة أهالينا هناك بالقطاع. جايين نتبرع بالدم عشان غزة وعشان فلسطين، شباب البحيرة كلها موجودين هنا، بنتبرع كلنا بالدم عشان فلسطين.